إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة الداعية الفاضلة الدكتورة فاطمة نصيف والدكتورة فاطمة بنت عمر نصيف، وهي حفيدة الشيخ محمد نصيف وأخت معالي دكتورة عبد الله نصيف، وتوفيت عن عمر يناهز 80 عاما. توفيت اليوم في جدة. والدكتورة فاطمة عمر نصيف قضت أكثر من 50 عاما من العطاء في سبيل الدعوة للقرآن الكريم. والدكتورة فاطمة أول سعودية يتم تكريمها بجائزة رائدة العمل النسوي الثقافي والخيري بالمملكة. ونعت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم في تغريدة على موقع تويتر الداعية فاطمة نصيف التي تعد من أبرز الشخصيات الدعوية النسائية في المملكة العربية السعودية. الله يرحمها ويتغمدها برحمته الواسعة ويلم أهلها وذويها بالصبر والسلوان.